ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. كل تحالي العيسى ممتازة وما يعاني من أي شيء، بس عنده جفاف شوي ويحتاج أنه يشرب سوائل. سمعت عيسى؟ كثر من السوائل. دكتور صار لي فترة ما ينام زين. كم يوم صار لي؟ من رجع من السفر بيكمل شهر تقريبا، صح عيسى؟ مو أنا السبب. دكتور هو كلمني، دائما حس إن رقات قلبه سريعة. بس مثل ما قلت لك، الفحوصات اللي أخذناها إلى عيسى كلها ممتازة. أنا تعبت يا ولدي وخايف عليك. إلى متى بتصير على هالحال؟ كرهت النوم بسببهم، ما نام أحسن لي. ما يصير يا ولدي ما تنام، بتجيب لروحك الأمراض. بس أنا السبب. اتصل على النبي يا ولدي وفرش سجادتك وحن بيأذن أذان الفجر، وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. إن شاء الله. إن شاء الله. Do not move from your side. I will send somebody now. Right now, right now I will send. Yes. Okay? Okay. Thank you.
عيسى، عيسى اطلب لي كلاس شاي وياك. عيسى، عيسى يكلمك الوالد. نعم ابوي. صار لي ساعة وانا اناديك اقول لك بغيت كلاس شاي، صب لي يا حبيبي كلاس شاي وياك ان شاء الله. ايه بس لا ترسى ها شوي بس. نسيت اصب لك. مشكور يا ابو مشكور. وش فيك يا عيسى؟ حالك مو عاجبني، لا تاكل لا تشرب لا تنام، انت من جيت من السفر وانت حالتك مخربطه فوق تحت، وش فيك؟ ما في شيء ابوي، ما في شيء. ما يصير ما فيك شيء. انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله شبعت. عليكم العافيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وش أسوي يا أخوك؟ لا تضايق روحك أبوي، 20 سنة مو شوي، شوي شوي وبيتعود على الوضع. رجع للديرة وكل شي متغير. يوم يسافر أنا كان عمري 3 سنوات. عيسى؟ وش فيك؟ ما في شيء، لا تحاتون. جرح بسيط. اي جرح بسيط اكو الدم ينزف. خلينا نوديك المستشفى. ما يحتاج، بسيط. كنت باخذ ثياب من الكبد، دعمت خرشة العطور وانكسرت. شلت القزاز وجرحت ايدي. بسيط يا ابوي بسيط. هذا ابوي ولدك مو عاجبنا العطار فكسره ويسوي لنا اكشن من الصبح. الله يهديك يا اخوي. تحمل بروحك يا ولدي، تحمل بروحك. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله. ابراهيم. نعم حبيبي. اتصل حق اخوك ابو صادق وحاكي. الو. هلا يبا. شو احوالك انت زين؟ لا والله احنا احوالنا مو زينه. هذا اخوك عيسى الله هداه مقفل عن روحه الباب، حابس روحه في الحجره، لا يطلع ولا ياكل ولا يشرب. كم مرة أنا وتعي على صراخه يقول لي كوابيس. أي كوابيس؟ أي كوابيس؟ أي بتعال شوف أخوك. ما عليك يا يبا لا تحاطي، خلي الموضوع علي أنا بتصرف. يلا حبيبي بسرعة، لا تخليها، لا تتأخر. بس مسافة الطريق وأنا عندكم. مع السلامة. مع السلامة. دامنا على شيء ثاني يبا. وين بتروح أنت الحين؟ الجامعة. يلا موفق حبيبي موفق. حيا الله بطلنا عيسى. ها عيسى قل لي شو اخبارك؟ اخباري من صدم من اخوي الكبير، سوى اللي في بالهم وجابوني هني بالحيله. من صدم؟ افا يا عيسى هذا أخوك صديق عمري أبو صادق، ما شفت منه إلا كل الخير. ترى أنا أصريت عليه يجيبك هني لما سمعت قصتك. يعني الكل يعتبرني مجنون؟ لا من قال لك أن الطب النفسي للمجانين؟ بالعكس يجوني ناس عباقرة، لكن صعوبة الحياة وظروفهم القاهرة تخليهم يأسون يكتئبون. أخ من هالحياة، يا ليتني كنت صغير ولا كبرت، لا شفت اللي شفته. اسمعني عزيزي عيسى، أنا صح لقبي دكتور، بس ما أتعامل مع المرضى على أنهم مرضى، أتعامل معاهم على أنهم أصدقائي إخواني ناس أعرفهم. أنت لا تتعامل معي كأني طبيب، أنا مو طبيب، أنا صديق.
وإذا مو عجبت إنك العيادة وجو العيادة ممكن روح أي مكان نقعد. مشكور دكتور، وسامحني على اللي بدر منه. معذور معذور أخوي، أنا بسامحك بس عاد بشرط واحد. شنو الشرط؟ الشرط إنك تلتزم بكل مهمة أعطيك إياها عقب كل جلسة. اتفقنا؟ بس اسمح لي، ما أبي أدوية. إن شاء الله إن شاء الله لا تحاتي، أنا أساساً آخر خياراتي في بروتوكول العلاج الأدوية، طمن بالك. عيسى تكلم قول لي. قصتي طويلة. يلا قابلين بالأجزاء، تفضل الجزء الأول. قبل كل شيء، عشت طفولتي في أسرة مستقرة، وكنت طالب مجتهد وحب العلم. بعد ما تخرجت من الثانوية حصلت على دراسة في الخارج. طبعا هذا الكلام قبل 20 سنة. أول ما رحت الهند سكنت ويا 3 شبان، وكانوا يساعدوني لأني جديد وأحتاج لخبراتهم. وثقت فيهم وصرت أطلع وأجي وياهم. بعد فترة ابتدت المشاكل وياي، وهذا اللي دمرت حياتي. شبا شبا لا شبا ريكور جاي شبا اتشكا. قتلت الرجال، إيه أنا اللي قتلته، أصدقني ما شفته، كل شي صار بسرعة، مجرمين طلعوا منها، أنا اللي طبقت فيها. اهدأ يا عزيز عيسى، لا تقول كذي، مستقبلك بيدك. أنا متيقن أنك تقدر تصنع من هذا الألم أمل، وبتقول دكتور عقيل قال وصدق. زين عيسى، أنا سمعت يقولون كنت شاطر في المدرسة وفي التعبير بعد، عادل؟ تمام. أنا أبغيك كل يوم عقب ما نخلص هذه الجلسة، غير المهمة الخطيرة اللي قلت لك عنها، تسوي مهمة يومية، واجب يومي، تكتب كل مشاعرك اللي تحس فيها في هذه الجلسة أو في الأيام العادية، كل مشاعرك اللي ارتبطت بهذه القصة، كل مشاعرك السلبية، كل مشاعرك الإيجابية، كل الحزن وكل الفرح، كل الخوف وكل الشجاعة. اكتب قد ما تقدر اكتب. اتفقنا؟ ممتاز. انجي عاد حق مهمتنا لهذا اليوم، مهمتنا الخطيرة. اسمعني زين، أبغيك تدور صديق من أيام الدراسة، واحد من أيام الفريق ما شفته من زمان، كانت بينك وبينه صحبة. دور هذا الصاحب وتنطلق وياه في ذكرياتك، تكتب كل ذكرياتك. بس عاد ها، تسوي تغطية نفس ما يسوون الجماعة، تكتب وتصور صور، فوتوغراف، فيديو، تعيش ذكرياتك وياه. أنا بعطيك رقمي وطرش لي وقول لي مشاعرك في هذه الذكريات. اتفقنا؟ إن شاء الله دكتور. حياك الله يا عيسى، أشوفك عقب شهر. زين، لا تنسى المهمة ولا تنسى الواجب. أنا كل ما أمر على بيتهم أسلم عليه، ما أشوفه يرد. يا أبو علي، ترى اللي شافه مو سهل، مو شوي.
أنا سمعت إنه ودوه الطب النفسي، صدق اللي سمعته؟ وليش أنت مسوي الطب النفسي؟ كأنه شيء غريب. وضع هذه الحالات صعب وما أعتقد لها حل. بلى بلى بتنحل، وهذا المرض حال أي مرض يصيدنا. هذا إذا صاب الركب السيكل عيسى بيصير له حل. طمان الله. منذ 20 عاما وأنا قابع بين هذه الحيطان، لا أدري بالوقت أهو ليل مظلم أم نهار دافئ كدفء حضن أمي. ما إن ألمح خيطا من نور يتسلسل عبر شق صغير في الجدار، حتى أدرك حينها حلول الصباح. أيام كئيبة تضيع من عمري لا يتغير فيها شيء. أخوك تعال تعشى، الوالد ينتظرك. إن شاء الله الحين بجي. إيه يا سمير، ما شاء الله عليك كبرت وصرت شخصية. إيه أقول لك عاد، كنا نلعب وإحنا صغار والحين شبينا وقريب نشيب. إلا ما قلت لي وين اشتغلت؟ كمل دراستي الجامعية وعقب كم سنة اشتغلت في بنك. ما شاء الله عليك مكافح. إلا ويش مشروعك؟ فتحت لي مكتبة صغيرة، وعما قريب إن شاء الله راح أفتح دار نشر. ما شاء الله تعجبني. الله يوسع عليك يفتح لك الأبواب. قول آمين. آمين. ولا أنت يا عيسى وين وصلت؟ وصلت للهوى الله وكيلك. شنو يعني؟ معقولة ما كمل دراستك ولا اشتغلت؟ هلا هلا بولدي عواس، هلا بحبيبي، هلا. شحوالك زين؟ ان شاء الله زين. وش فيك ابراهيم؟ وش في اخوك عيسى؟ عيسى أبي أشوف الوالدة. الله يرحم الوالدة. الله يرحمها. راحت وهي متحسرة على شوفة ولدها، كنت محتاجة لحنانها. كل شيء بعين الله، كل شيء راح يتصلح. والنعم بالله. والآخر إياك جوعتنا، قوم خلنا نتغدى في مطعمك الراقي. بنمشي، بس قبل ما نمشي خلنا ناخذ كم صورة للذكرى، على قولتكم السيلفي. ناخذ. بسبب مرض اجتاح العالم نحن مكلفون بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء، واسمك بينهم يا عيسى. استعد للسفر إلى وطنك. قالها الضابط بلكنة إنجليزية غير واضحة، وأنا أحاول جاهدا استيعاب كلامه. هل سأعود لوطني؟ هز رأسه بالإجاب، فألقيت بنفسي على الأرض ساجدا لله باكيا أنتحب. وأنا لا أعي ما أقول، إنه يوم خلاصي من هذا الجحيم. شكرا شكرا لله يا ربي على هذا اللطف الكبير.
وش خوك تلعب ماينكرافت؟ صابر اركب السيكل. ايه صابر اركب السيكل. متى بتركب السيكل؟ ما شاء الله. تصدق هني البحر؟ أنا ويا أخوك أبو صادق كنا نروح المدرسة الابتدائي عدل؟ تمام تمام. ما شاء الله ما شاء الله، شكلكم استانستون واجد. إيه يا دكتور، كان لقاء عجيب. وهذه الرواية مالتك، هذه القصة اللي عجبتني تماما. أنا كنت متوقع شيء وهذا تجاوز التوقعات صراحة. إبداع، أبهرتني. لا أنت شوقتني أني أقرأ الفصول الجديدة. زين عيسى، خبرني شو أخبارك خلال هالشهر؟ الحمد لله رب العالمين، خفت عندي الكوابيس وارتاحت نفسيتي بشكل كبير. بديت أتمشى كل يوم وقمت أشارك في فعاليات الديرة، والحين أدور لي شغل علشان أبني مستقبلي. ممتاز ممتاز ما شاء الله، هذا ظني فيك. أقول لك شيء، ترى أنت ما كنت مراجع، أنت ما كنت مريض، أنت كنت مشروع إرادة وفعلا أنجزته. أنت الآن تجربة أنا أفتخر فيها، أنت تفتخر بنفسك. كله بفضل الله ثم فضلك. لا لا لا، العفو العفو، لا فضلي ولا جهدي، هذا جهدك أنت وفضل الله. أنت الحين عيسى تقدر تواجه الحياة بعيسى الجديد اللي أنت سويته، اللي أنت أنجزت تجربته، اللي أنت كتبت نهاية الفصول مالت التجربة القديمة. أنت الحين بعد ما تحتاج أي جلسات، اليوم آخر جلسة. أنا طويت الماضي وانولدت من جديد. الحمد لله، يتربى في عزنا عواس الجديد. إيه صدق يا أبو علي، 3 سنوات مرت وفوق هذا تزوج وقريب بيصير عنده ولد. الله يبارك له. والنعم بالله. إيه لأن شفت حالته والناس تتكلم عنه، قلت هذا خلاص ما له حل. من صبرنال إلا صابر ما بيركب السيكل. ما أجوز عن سوالفك يا أبو علي، حسبي الله على بليسك. تفضل تفضل قداع. أول بشرب الشاي. السلام عليكم. هلا عواس. هلا يبا، شو اخباركم؟ شلون الحفيد الجديد؟ المولود بخير ويسال عنك. البركه البركه، ان شاء الله يتربى في عزكم ان شاء الله، وعسى ان شاء الله مولود سعيد ان شاء الله. شو اخبار زوجتك حنان؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بعد شوي ان شاء الله ويا اخوك ابراهيم جايينكم المستشفى. حياك، ننتظرك ان شاء الله. سلم على الجماعه كلهم. مع السلامة حبيبي، مع السلامة مع السلامة. إبراهيم إبراهيم، ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. يروي الدهر حكاية
كل قصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.